متابعي انفا سي في، حنا اليوم كنتواجدوا في مركب الثقافي بن سليمان، كيحتفيوا اليوم بالزجل والزجالين، فمعنا الزجاله لان النسخه ديال هذه السنه هذه كتحتفي بالنساء الزجالات، فهذا الشيء علاش معنا السيده زجاله اللي غادي نخليها انها تقربنا من المشاركه ديالها اليوم، ونطرحوا عليها مجموعه من الاسئله اللي غناخذوا الاجوبه ديالها من عندها ان شاء الله. السلام عليكم. إلا كان ممكن عافاك تعرفيهم براسك. معك سناء ليلى نيل الفيلالي، زجالة وشاعرة مغربية من مواليد مدينة الدار البيضاء. عندي عدة أعمال وعيطوا عليا الناس ديال بن سليمان، أنا تنحتفل اليوم بالدورة الثانية للشعر والزجل إن شاء الله. ما كتشوفيش أن هذا الجنس الأدبي هو من الأجناس الأدبية اللي ما مخيداش حقها في البلاد؟ المغرب اللهم لك الحمد التافت لهذه الأمور الفنية، والحمد لله حنا تنشوفوا دابا مهرجانات وتنشوفوا الحمد لله ملتقيات وجمعيات تنظموا بحال هاد ملتقيات الشعر. كاين بزاف ديال الملتقيات أنا بعدا تنشارك فيهم والحمد لله واخدين حظنا اللهم لك الحمد. شنو تبغي تقولي بالنسبة للناس اللي دابا ولاو كيسميو رؤوسهم زجالين ولكن هما غير متطفلين على الميدان؟ نقدروا نقولوا متطفلين على الميدان يعني غير كيحتارموا القافية، يعني هما كيقولوا بأن الزجل راهين بالقافية، فشنو كتقولي في هاد النقطة؟ الإنسان خاصو ما يوصل لهذا المستوى ديال الزجل تيكون قاري عليه، ويكون واخا أنا نوعا ما كان عندي دراسة علمية ولكن ما اقتحمت هذا الميدان نورمالمون خاص تكون الهواية، هذه هي الأولى. ثانيا أنت تبغي دير القافية خاصك تكون قاري على القافية وتقاري على البحور ديال الشعر، ممكنش الإنسان يدخل شي ميدان وما عارف عليه والو. بالنسبة للمشاركة ديالك في هذه النسخة هذه، فشنو تبغي تقولي بالنسبة على هذه المشاركة ديالك؟ هذه تعتبر ثاني مشاركة الحمد لله، وهذه تنتمنى انها تكون تعجب الناس الالقاء ديالي والزجل اللي عندي ان شاء الله غدا ان شاء الله يكون عندي مع 11 الصباح، نتمنىكم تكونوا حاضرين وتسمعوا. بالنسبه لك انت يعني كزجاله كتشوفي بان المراه معطيها حقها في هذا الميدان هذا في هذا الفن؟ بالفعل وبالتاكيد معطي لها الحق ديالها الحمد لله، وهانت الدليل على ذلك انا كاينه في هذا الملتقى، والله يعز جلاله الملك محمد السادس. وبالنسبه لهذه النسخه ديال المهرجان فهي كتحتفي بالضبط بالعنصر النسوي، فشنو تبغي تقولي في هذه القضيه؟ شنو الاحساس ديالك وتتم الاحتفال بكم كزجالات؟ الحمد لله انا مرتاحه على هذا التنظيم الحمد لله اللي داروا هذه المره، واحتفوا بالمراه المغربيه وكان شعار التظاهر المراه المغربيه، والحمد لله للشرف المشاركه وشكرا للجميع.